السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا قوم؟ النهاردة أنا في مدينة اسمها إدمنتون، هي إحدى المدن في مقاطعة ألبرتا. هي مش بس إحدى المدن، هي العاصمة، إذا أنا فاكر صح هي العاصمة بتاعت ألبرتا، وفي مكان اسمه الويست إدمنتون مول. كان يقال في يوم من الأيام أنه كان أكبر مول موجود في نورث أمريكا، أعتقد هو دلوقتي رقم 2 أو 3 على حسب ما سمعت. لكن جايين النهاردة نشوف الدنيا عاملة إيه. طبعا مش أول مرة أجي هنا، جاي مخصوص النهاردة عشان أروح للووتر بارك، عايزين بلبط في المية شوي. طيب هناخدكم شوية، يعني شوية صور في الرحلة، في الطريق في الآخرة، هنشوف إزاي هنعمل الفيديو المرة دي. بس دي أهلا بكم في إدمنتون. نشوف كده ال ايوه البوتر بارك هناك اهي اهي في تحت في فوق. طيب انا فين؟ انا هناك اهو، انا جنبها خالص. هناك اهي، مش عارف من جنبها كده. دهن العود بتاعهم. هنقضي اليوم هنا، طبعا ما فيش كاميرات جوا، الموجات بتيجي من هناك، احلى من الحاجات الممتعة في المكان هنا. هنطلع الحاجات اللي فوق دي. الزهرة دي أصعبهم للأسف، مش هيكون معي موبايل جوا، غالبا مش هيكون معي موبايل جوا يعني. بس الليلة هنا. وبعد ما خلصنا من المول وخلصت من اليوم اللي هو في مدينة المية دي، ناخدكم كده مع بعض نطلع نشوف وسط المدينة بتاعت إدمنتون. المدينة طبعا هي أكبر من ساسكاتون بمراحل، أعتقد فيها مليون نسمة إذا أنا مش غلطان، والحجم أعتقد أضعاف حجم ساسكاتون. هتشوفوا كده الشوارع إزاي كبيرة وجميلة ومختلفة عن الداون تاون بتاعنا.
اللي شاف المقاطع اللي انا حطيتها على الداون تاون بتاع ساسكاتون هيعرف يشوف الفرق. الرحله كانت مجرد يومين يعني، ما طولتش في البلد، حتى هي يوم ونص يعني، لكن قلنا ناخدكم معانا ونوريكم الاجواء في ادمنتون عامله ايه. المدينه تبعد عن ساسكاتون 500 كيلو تقريبا، 500 كيلو. هي في البرتا، في مقاطعه اسمها البرتا، وهي مليانه بالجاليه، فيها جاليه عربيه ومسلمه اكثر بكثير طبعا من ساسكاتون. وبرد زي ساسكاتون، زي ما انتم شايفين الثلج لسه موجود، لكن يمكن اخف شويه بروده من ساسكاتون. هما طبعا اقصى بروده موجوده هتلاقوها اكتر حاجه في مقاطعه مانيتوبا يمكن، بعدين احنا في ساسكاتون. شكرا لدعمكم المستمر، هسيبكم انا مع الصور، وشكرا لتواجدكم، وان شاء الله نشوفكم في مقطع تاني. في امان الله.